برقية تانية جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الرئيس الصيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده. بعد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تانية إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية فخامة السيد شي جين بينغ، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وعرب صاحب الجلالة للرئيس الصيني باسم جلالته شخصيا وباسم الشعب المغربي عن أطيب التهاني مقرونة بالمتمنيات للشعب الصيني بكامل الرخاء والازدهار. ومما جاء في برقية جلالته الملك حفظه الله، كما لا يفوتني مع دنو تخليد الذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، أن أسجل بالغ إشادتي بالشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعنا، والتي يتطلع بلدانا بحرص دائم وسعي دؤوب إلى مزيد من تعزيزها في مختلف الميادين. وأكد صاحب الجلالة نصره الله في هذا الصدد حرص جلالته الراسخ على العمل مع الرئيس الصيني بنفس روح الصداقة والثقة المتبادلة لمواصلة الارتقاء بهذه العلاقات المتميزة إلى المستوى الأمثل الذي يطمح إليه شعبانا الصديقان. وبحلول الذكرى السنوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، حيث تولي الصين أهمية كبرى لعلاقتها مع دول العالم العربي عموما والمغرب خصوصا، لذلك تشهد العلاقات بين الجانبين تطورا ملحوظا على نطاق واسع، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك المبني على أساس المساواة والثقة المتبادلة الذي يمثل أحد توابيت السياسة الخارجية لكل البلدين. إن العلاقات التاريخية المتينة التي جمعت دائما بين الصين والمغرب ليست فقط في الوقت الحاضر، بل على امتداد قرون عدة، وأيضا بالنظر إلى تراثهما ودورهما الحضاري المتميز، فلم تكن زيارة ابن بطوطة للصين مجرد رحلة عابرة بقدر ما كانت وشيجة ثقافية ربطت المغرب بالصين. فرغم بعد المسافة بين البلدين، فإن الصداقة بين الشعبين الصيني والمغربي امتدت منذ تاريخ قديم. ويتميز تاريخ البلدين بقواسم مشتركة على الرغم من تباعدهما الجغرافي، ويعتبر المغرب بالنسبة للصين وجهة استراتيجية للتعاون لأنه يشكل جسرا بين الصين وأوروبا. فالمغرب ثاني دولة إفريقية تقيم علاقات مع الصين بعد الاستقلال سنة 1958، ومنذ ذلك الحين والعلاقات الثنائية مستقرة وفي تزايد مستمر وسلس، وغدت مواقف البلدين من العديد من القضايا الدولية متطابقة ووجهات نظرهما متماثلة، كما أن هناك تبادل سياسي على أعلى مستوى سواء من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي ركزت حول القضايا المشتركة والمصالح الحيوية والتعاون في إطار السيادة والدفاع عن الحقوق داخل الأمم المتحدة والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى زيارات المسؤولين في الشؤون الخارجية والثقافة وإقامة معارض فنية لثقافتين وعقد توأمات وشراكات بين المدن الصينية والمغربية. وتبدي الصين أهمية كبرى لعلاقتها مع المغرب، لذلك ما فتئ المسؤولون في البلدين يعبران عن رغبتهما في تطوير العلاقات الثنائية، وهذا ما أكده جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب الموجه إلى المشاركين في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي في دجنبر عام 2015. وخلال زيارة جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى بكين سنة 2016، تم رفع مستوى العلاقات بين الصين والمغرب إلى علاقات شراكة استراتيجية، كما شهد جلالة الملك مع الرئيس الصيني توقيع 15 اتفاقية تعاون ثنائية في مجالات العدل والتجارة والطاقة والمالية والثقافة والسياحة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات. ومنذ تلك الزيارة الملكية للصين ازدادت الاستثمارات والتبادلات التجارية أيضا، وأضحت المنصة الأولى لميناء طنجة المتوسط في الشمال الميناء الأكبر للحاويات في إفريقيا، كما توجت هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال شهر يناير 2022 بالتوقيع على اتفاقية خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق. وحسب رأي الدكتور فؤاد الغزيزر، إن مستقبل العلاقات الصينية المغربية يسير في اتجاه طريق تنمية مطردة وصحية بفضل التقارب الحاصل بين المواقف والرؤى والدعم المتبادل في المنظمات الدولية من جهة، والرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز أواصر الصداقة وتنويع التعاون من منظور التآزر والمنفعة المتبادلة
من جهة أخرى. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة، إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس، تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.